السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، رجعنا لكم في فيديو جديد. بعتذر الفترة اللي فاتت ما قدرت أصور فيديو لأنه بجد كنت مشغول جدا جدا. المرة دي الفيديو بتاعنا حيكون عن الفيديو ده اللي هو الفيديو بتاع الصعوبات اللي واجهتنا لما جينا اندونيسيا اول مرة، وبالاخص المنطقة بتاعت مكسر اول مرة، لانه المنطقة ما كان فيها اجانب فكانت صعوبات يعني المهم حنحكي لكم في الفيديو ده صعوبات وكيف الناس تقدر تستفيد منها عشان بعدين ما تقع فيها، او بعدين تقدر تتصرف مع الصعوبات دي كيف. اول الصعوبات دي واهمها طبعا صعوبة الطعام او الاكل. الاكل في اندونيسيا بيختلف اختلاف توتالي عن الاكل في السودان مثلا او في افريقيا او في العالم العربي، لانه الاكل هنا البهارات اللي بيستخدموها بتختلف عن البهارات المستخدمة هناك، طريقة الطبخ مختلفة، حتى الاشياء اللي بيطبخوها مختلفة. زي مثلا عندهم هنا المكون الرئيسي للاكل عندهم هنا الارز، زي ما عندنا هناك مثلا في السودان عندنا الخبز او عندنا الكسرة او العصيدة، فهم هنا عندهم الارز وجبة رئيسية او مكون رئيسي في الاكل عندهم. اضافة لكده احيانا بيقولوا انه اذا ما اكلوا الارز ما بيشعروا انهم شبعوا، مثلا لو اكلوا خبز وكده ما بيشعروا بالشبع، لذلك هم بياكلوا الارز بشكل يومي بشكل مستمر. القصة بتاعتنا نحن او التجربة بتاعتنا نحن، اول ما جينا نزلنا من الطيارة اخذنا راحتنا، طبعا جابوا لنا وجبة اكراما لنا وكده، كانت عبارة عن دجاج مشوي. الدجاج المشوي ده كان طعمه حالي، بهاراته مختلفة، يعني صراحة انا بتكلم معاكم لانه دي التجربة اللي انا مريت بها، يعني بتعتبر صعوبات لانه تعرفوا انه المشوار عبارة عن 14 ساعة او 12 ساعة على الاقل، فالواحد بيكون جعان شديد متلهف انه ياكل وكده وتعبان. فالوجبة دي كانت عبارة عن يعني شوك، حاجة غريبة بالنسبة لنا نحن، يعني اكلنا منها قليل سد الرمق وكده. بعد ذاك عشان نقدر ناكل اكلنا اللي هو المعروف عندنا الخبز والحاجات دي، طبعا ما كان في الفترة دي ما كان في مكسر دي، لانه ما كان فيها اجانب ولا عرب ولا فيها فارقة ولا اي شيء، فما كنا عارفين حتى بيشتروا الاغراض من وين، ما عارفين البلد اتجاهاتها وين واشياء وكده. فاضطرينا انه في اليوم ذاك او الوجبه اللي بعديها ناكل رز بالطماطم مدينه حبه كده بتاعت زيت عشان شنو الناس تقدر تاكل وتسد الرمق لحد ما نعرف البلد ولحد ما نقدر نمشي سوق او نقدر نمشي مول. انا شخصيا اول 6 شهور ما كنت قادر اكل الاكل الاندونيسي، يعني حتى الاندونيسيين كانوا بيسالوني انت بتاكل شنو وليه ما بتاكل وما بتقدر كده، فما ما ما كنت قادر استسيقه لانه اختلاف الطعم اختلاف المكونات. الصعوبه الثانيه كانت صعوبه اللغه الاندونيسيه. زي ما قلت لكم المنطقه اللي احنا جينا لها دي ما كان فيها اجانب او الاجانب قليلين، بعدين استخدام اللغه الانجليزيه فيها كان يعني ضعيف، يعني ممكن تلقى المؤسسات الجامعات وكده بيستخدموا اللغة الإنجليزية، لكن في الشارع العام نادر تلقى شخص بيتكلم اللغة الإنجليزية. حصلنا لدرجة إنه نتكلم لغة الإشارة، فبجد كانت حاجة صعبة. حتى أحيانا ممكن تلقى أشخاص بيتكلموا اللغة العربية بس حاجة كده قليلة تمشي بها يومك وكده. أول ما دخلنا الجامعة طبعا دخلنا من دون كورس بتاع لغة إندونيسية، يعني كده طوالي دخلنا الكلاس وشغالين، الواحد بيسمع كمية بتاعت لغة إندونيسية كده عجيبة لدرجة إنه الواحد خلاص بيجيه صداع كده من اللغة الإندونيسية، وحاجة كده صراحة متعبة. إضافة لكده أنا شخصيا اللغة الإنجليزية بتاعتي صراحة كانت تعبانة، فما كنت قادر اتعامل مع الاندونيسيين، ما كنت قادر اتكلم معاهم، فكانت فتره صعبه جدا جدا، بس الحمد لله حاليا مرت وخلاص الواحد الحمد لله اتعلم يتكلم معاهم باللغه الاندونيسيه ويجاريهم فيها. الصعوبه الثالثه اللي هي العادات والتقاليد. طبعا اندونيسيا عندها عادات وتقاليد بتختلف تماما عن كل باقي الدول. ليه؟ لانه اندونيسيا ذاتها عباره عن جزر، اندونيسيا فيها 17,000 جزيره، دي حاجة خلتها فيها كمية كبيرة من الثقافات وكمية كبيرة من اللغات، فبرضو كانت عبارة عن صدمة لنا نحن بنشوف كمية كبيرة من الثقافات دي وكمية كبيرة من اللغات والعادات الغريبة.
في البداية ما قدرنا نتعامل معاهم، يعني حتى التعامل كان صعب، ما كنا قادرين نفهمهم، هم ما قادرين يفهمونا. برضو بيرجع الكلام ده للغة، لكن يعني برضو كانت في أشياء قريبة في العادات، مثلا في الزواج عندهم عادات، في الوفاة عندهم عادات، حتى في الحياة اليومية يعني عادات التعامل، عادات المرور، مثلا لما يمر واحد جنب واحد لازم يعمل كده حركة كده. فكانت يعني بالنسبة لنا تجربة صعبة ما قدرنا نتعود عليها في الأول، لكن الحمد لله حاليا اتعودنا عليها. في ناس هتقول لي يا أخي أنت عامل فيديو زي ده ليه؟ طيب يا أخواننا، الفيديو ده قد تشعروا إنه الاختلاف ده حاجة سهلة، أو الصعوبات اللي بتلاقيك دي حاجة سهلة، لكن بجد الصعوبات دي كانت حاجة صعبة بالنسبة لنا نحن، بالأخص الحتة بتاعت اللغة، لأنه أي حاجة أنت عايزة لازم تكون بتعرف لغة إندونيسية، فما كان الموضوع سهل. حتى الدراسة يعني نحن كنا بندرس في الجامعة، حتى درجاتنا كانت سيئة، أنا يعني بالأخص درجاتي كانت سيئة، لأنه كان الكلاس بندرس به اللغة الإندونيسية، حتى ولو إنه كانوا بيساعدونا باللغة الإنجليزية، لكن الشرح بشكل عام، الحياة بشكل عام تعتمد على اللغة الإندونيسية، لدرجة إنه حاولت أرجع أوقف خلاص. حاليا في أمثلة كثيرة أنا عندي وقفوا القراية في إندونيسيا. الصعوبات دي إذا ما كنت زي ما بيقولوا قوي وعندك هدف إنك تحققه، أو عندك حاجة عايز تعملها، فما حتقدر تقعد فيها ولا حتقدر تتحمل الصعوبات دي، فأكيد حتوقف وحتقول يا أخي خلاص أرجع. أتمنى إنه الناس تستفيد من الفيديو ده. ما تنسوا الاشتراك، اللايك والكومن والشير عشان تصلكم الفيديوهات الجديدة، وتدعمونا برضو عشان نعمل فيديوهات أكتر وأكتر، وما نتأخر عليكم في الفيديوهات الجاية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.